حاضرين اليوم أستاذ عبد المحسن في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية. تمام. ملاحظات حضرتك كانت إيه وتوقفت عند إيه؟ شوف حضرتك، النهارده طبعا الحقيقه كانت الملاحظه الاولى ان الاجتماع تم، يعني كان هناك عدد كبير من المشاركين في هذا الاجتماع، سواء من الساده رؤساء الجامعات او اساتذه القانون الدستوري وعمداء كليه الحقوق وزملاء الصحفيين من كل الاتجاهات في تشكيله كانت يعني جيده جدا. يعني بمعنى ايه من كل الاتجاهات فن؟ يعني كانت كل الصحف، كل الاتجاهات، ما كانش في حد، يعني صحف خاصه وحزبيه ومستقله، كله كان موجود، ما كانش في حاجه، ما حدش موجود وحد تاني مش موجود، وبالتالي كل الخريطه الاعلاميه تقريبا او الخريطه الصحفيه والاعلاميه كانت ممثله تمثيل جيد جدا النهارده. نعم. الحقيقه يعني تقريبا برضو كان في توافق بدرجه كبيره جدا على مجمل التعديلات الدستوريه. يعني هناك في توافق على مجمل التعديلات الدستوريه انها تعديلات يعني متفق عليها من اغلبيه الحاضرين. ايوه. هناك تبقى بعض الملاحظات على بعض المواد. يعني مثلا انا شخصيا كان لي ملاحظه على الماده 102 الخاصه بالتمثيل الخاص بي او تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد المرأة. أيوه. النص في الماده 102. ايوه. القصه ما انا ليه، انا طبعا انا مع، بالعكس انا مع المرأة جدا ومع وجودها ومع تمثيلها. امال ايه بس؟ امال ايه بس؟ كلامك مش مريحني. امال توقع. امال ايه بس؟ قول. هي القصه بس ان انا ايه؟ مش عايز ده يبقى في الدستور، بمعنى ان يبقى ده في النص في القانون. ده يبقى في القانون ما يبقاش في الدستور، لان احنا كل مرحله ولها ظروف. بالعكس احنا لازم ندعم وجود المراه، لكن ما يبقاش نص قيد في الدستور، لان حتى ده ممكن هيعمل مشكله على فكره في القوائم. مثلا لو خدنا بنظام القايمه. انت هنا بيبقى لازم يبقى في كل قايمه عدد نسبه عدد معين او ربع معين، فممكن تواجه يعني نواجه بمشكله حقيقيه في مسألة العد والفرد وعلى الإجمالي الدوائر ولا على كل دايرة. فالتعامل مع الحصة دي في القانون أسهل منها إنها تبقى في الدستور. في الدستور. في الدستور. دي أول حاجة. الحاجة الثانية برضو المادة 160. المادة 160 قالت ان هو في، كان هو حكايه ان يبقى في وجود نائب وفي حاله خلو منصب الرئيس. أيوة. وجود نائب او اكثر من نائب ده متفق عليه تماما، بالعكس ده شيء كويس جدا. لكن هي في فقره في الاخر كده، كما لا يجوز لرئيس الجمهوريه المؤقت ان يترشح لهذا المنصب. نعم. اللي هي فكره ان لو في نائب تولى المنصب لاي سبب فلا يجوز له ان يترشح لهذا المنصب. هذا قيد انا ما اعتقدش، او كان برضو في الراي الجامعي الموجود. أيوة. ان ده بيمثل قيد ليس له اللزوم الاصل يعني. ايوه. الماده برضو في ماده تانية بقى، الماده 201 234 او 243. الماده. أيوة. 243. أيوة. الخاصه بتمثيل العمال والفلاحين. نعم. رايي، وانا قلت هذا الكلام بمنتهى القوه بقوله لحضرتك من خلال برنامج بمنتهى القوه، ان هذا لم يعد ملائما على الاطلاق الان. ليه؟ يا استاذ عزه بجد، ما انا هقول لحضرتك ليه. نعم. سؤال حضرتك مهم جدا، انا بشكرك عليه. الان انا بتلاقي اللواء فلاح والصحفي فلاح والمهندس فلاح والمذيع فلاح، كلنا فلاحين. فلاح. أيوة. لا مقصود مش احنا كلنا فلاحين، ده انا بعتز بهذه الصفه. طبعا انا بتكلم على التمثيل يا استاذ عزه. أيوة. التمثيل انا داخل البرلمان تحت بند ان انا فلاح. لا انا مش فلاح، انا صحفي وحضرتك مذيع. ما ينفعش انا امثل ابقى داخل مجلس النواب على اني فلاح، او ان انا داخل مجلس النواب على اني عامل. هذا يحدث في هذه في هذا التمثيل منذ فتره ليست بالقليله، وبالتالي انا الاوان ان ده لازم نتوقف عنده شويه. أيوة. ده بشكل واضح. ويعني يمكن حتى كانت مفاجاه بالنسبه لي، كان قاعد جنبي اللي هو سفير نور صديقنا العزيز والراجل المحترم. أيوة. يقول انا دخلت البرلمان على اني فلاح. هذا كلام لا يجوز، وبالتالي ما ينفعش هذا الكلام، لازم نتوقف قدامه. الملاحظه الثانيه
الخاصة بالمادة المستحدثة بمجلس الشيوخ. نعم. هذا المجلس مهم جدا. أنا موافق تماما على عودة مجلس الشيوخ، وكان إلغاؤه خطأ ما كان يجب أن يحدث، لكن في إطار الضغط وفي إطار الظروف الصعبة اللي كانت عايشاها مصر في فترة من 2011 ل 2014، طبعا كانت في حاجات فيها سيولة كثيرة جدا. عودة مجلس الشيوخ ده مهم، لكن لابد أن يعود بصلاحيات. ما ينفعش أن يرجع كأنه يعني مجالس قومية متخصصة، مع احترامي الشديد لمجالس القومية المتخصصة. تمام، بس حضرتك شايف أن ده يبقى ليه شغله وده ليه شغله، يبقى أو ده ليه اختصاصات وده ليه اختصاصات، ولازم يبقى غرفة ثانية للبرلمان بشكل حقيقي. نعم. ولازم كل القوانين تعرض عليه. أيوة. ويبقى في آلية للفصل ما بين النواب والشيوخ. ممكن تمام. يبقى بقى هو المواد تعرض عليه قبل النواب أو بعد النواب، ويبقى في آلية في حالة الاختلاف ممكن يبقى في الاحتكام لرئيس الجمهورية أو أيا كان وظيفة اتجاه، يعني يبقى في آلية. أنا بقترح أن يكون البرلمان هو الذي يقر القوانين ثم يعود إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، وفي حالة اعتراض مجلس الشيوخ يعرض مرة أخرى على مجلس النواب. ده اقتراح، ربما يبقى في تعديل. المهم في القصة دي أن يكون هناك صلاحيات محددة لمجلس الشيوخ عشان نستفيد منه بشكل فعلي. صحيح. في إقامة الدولة اللي احنا بنسعى إليها إن شاء الله. صحيح. بشكرك فندم.